صباح الخير كاثي، صباح الخير حازم، صباح الإيجابية والسعادة والرضا. تحية صباحية من هنا من الطفيلة، من تحديدا من منطقة العيس حيث أنا أتواجد. هذا المكان هو يسمى ميدان الثورة العربية الكبرى، فهناك صلة بين المكان والزمان والإنسان في الطفيلة هنا وتحديدا في هذا المكان. حازم، يعني خلال الفترة الماضية كان هناك في الطفيلة العديد من الأحداث والأخبار، بداية بعيد الاستقلال البهي الذي كان في محافظة الطفيلة، توزيع الأعلام على المؤسسات الرسمية والأهلية، على المنازل رفع العلم، أيضا في كل مكان رفع العلم الأردني ذا الأربع الألوان الذي إنما ينم عن شموخ وعزة وكبرياء هذا العلم. أيضا رافق ذلك الألعاب النارية التي أطلقت في منطقة العيس ومديرية أشغال محافظة الطفيلة تحديدا. كان هناك العديد من الفقرات التي ميزت احتفال محافظة الطفيلة بطبيعة الحال. يعني موضوع آخر لربما كان مهم ومهم جدا هو زيارة وزير التربية والتعليم وقيامه بجولة تفقدية من منطقة الحسا إلى العيس إلى منطقة سيل الحسا، وهي المنطقة الأشد فقرا في محافظة الطفيلة. كان هناك أيادي بيضاء من مؤسسة أو شركة خالد بن الوليد بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ووزارة التربية بإيجاد 25 كرفانا للطلاب الذين لا يستطيعون أو لا توجد عندهم أي مصدر سواء كهرباء أو إنترنت ليواصلوا عملية التعليم في مناطقهم. موضوع آخر تحدث به وزير التربية والتعليم هو عن كيفية إنهاء الفصل الدراسي. أيضا اطلع على نماذج مشرفة سواء للمعلمين أو الطلبة بكيفية التواصل وكيفية التواصل عبر المنصات الإلكترونية، وكيف تعامل المعلمون خلال الفترة الماضية مع هذه المنصات والتي أثبتت نجاح ونجاح كبير في محافظة الطفيلة وغيرها من المحافظات. موضوع آخر ربما نتحدث به وأيضا هو يتحدث عن إنجاز، ونحن قريبين من جامعة الطفيلة التقنية كان هناك مناقشة لثمان رسائل ماجستير عن طريق المنصات الإلكترونية، مما يسجل نجاحا كبيرا وإضافيا للمسيرة التعليمية سواء التعليم العالي أو التربية والتعليم في مدارس في جميع مدارس محافظة الطفيلة. حازم وكاثي، يعني هذا بملخص ما حدث بالطفيلة خلال الأيام الماضية، العودة لكما.